مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم عن الأبل ستور وتحديدا عن إصلاح خلل موجود بالأبل ستور. من تحاول تنزل أي تطبيق راح يظهر عندك لم يتم استخدام حساب أبل في آيتونز. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الحل، الرجاء من كل شخص يدخل على هذا الفيديو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. فيديوهاتي كلها صادقة، يعني متطول دقيقتين أو ثلاثة، لكن أنا يومين أو ثلاثة أبحث إلى أن أجد لكم الحل، فهذا الحل موجود. والآن راح أدخل من داخل الحساب أشرح لكم شلون راح احل هذه المشكله. البدايه راح ادخل على الابل ستور واحاول اثبت او انزل اي تطبيق مثل هذه اللعبه. راح يظهر عندي هنا تثبيت. بعد ما تدخل هنا كلمه السر راح يظهر عندك هذا الحساب غير مرتبط بايتونز مثل ما تشاهدون قدامكم، وما يسمح لك انه تحمل التطبيق. نحل هذه المشكله نروح على الاعدادات، ومن الاعدادات ندخل على الحساب هنا. بعد ما دخلنا على الحساب راح تنزل الوسائط والمشتريات، إعدادات كلمة السر. هنا أول شيء هذا راح تغلق الخيار. بعد ما غلقت الخيار راح تدخل كلمة السر. بس بالله على إنهاء وإنهاء مرة ثانية وتم. نرجع ندخل مرة أخرى حتى نتأكد. الآن شيء جدا ممتاز، راح نروح على الأبل ستور ومرة أخرى نطلب تنزيل اللعبة. تثبيت. الآن مثل ما تشاهدون راح تثبت اللعبة بدون أي مشاكل مثل ما تشاهدتوا قدامكم. فهذه هي الطريقة الصحيحة لحل هذه المشكلة، وهذا فيديو حصري لقناتي. أتمنى ما حد ياخذه أول شيء، وشيء ثاني طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. وفي فيديو راح أتركه اللي يقدر يدعم القناة ماديا عن طريق ميزة شكرا، أكون جدا شاكر بأي مبلغ كان. هذه راح تتحول أموال إلى اليوتيوب، وهذه هي طريقة ميزة شكرا. وفيديو ثاني لأصحاب الآيفون 15 و16، أصحاب الآيفون 15 و16 كيف راح يحافظون على البطارية عن طريق إيقاف الإضاءة المستمرة بالآيفون. شاهد الفيديوهات وجزيل الشكر، مع السلامة.